عزيزة ما صباها وما تسمها وبقات مع خوتها جوج. ايوا يا اختي دوزوا عليها الكرفي. هذاك الجوج جاب المرأة ولات دايرها بحال بلانطو، سيري جيبي يا عزيزة، خدمي يا عزيزة، وجدي يا عزيزة. ايوا الاخرى كتفيق حتى للحضر ديال النهار وعزيزة تطيب وتعجن وتوجد، كتوحم عليك عزيزة، كتحاملة عليك عزيزة، كتصبن عليك عزيزة. ايوا انتي ما تهضري ما تتكلمي، ومن يجي خويا مربط بيا الارض. الخدمة اللي خدمتها كنجيب داك المصروف قليل، خصني نعاون في المصروف ديال الدار. ما نقي راحتي، ما نخرج، ما نتسهر، ما نسافر، ما نتحمم، نعقل على حمامي تجوج خويا الثاني. صافي حطوني في دماغهم وانا زوينه. الحاجه اللي كتميزني ان كانت عندي واحد لاطاي اللي زعما مثيره للانتباه. جوج اخوتي عطوني العين ناقصه. جاتني واحد المرضى وجلست من الخدمه، كنت خدامه في قهوه، جراو عليا بقيت راسي في الزنقه. اول ليله فين غنبات؟ ما عندي خالتي غتجي تقول لي اجي يا بنت اختي، ما عندي عمتي غتقول لي اجي نمسح لك دمعتك، انا نكون بيك وانا نوكلك ونشربك، ما عندي صاحبتي اللي غتوقف معايا في هذه المحنه. درتها بان لي البار، مشيت دخلت ليه. هذيك كانت هي البدايه ديال الطريق ديال الانحراف ديالي. دخلت بانوا لي الرجال والعيالات والبنات اشكال وانواع. جا واحد السيد وعرض عليا قال لي هاك نسيل الهم، عمرني ما درت القرو في امي، عمرني ما جربت البليه، وبديك الفقصه وبديك الغمه بديت كنشرب، ما عرفت راسي كيفاش كنشرب، شقلبت مع راساتي، نطش كنشطح مع الشاطحين وكنضحك مع اللي ضاحكين. سالينا راكم عارفين البار شنو فيه. قال لي يلا تمشي معايا تخرجي كذا تفوجي هذا هذا. الصباح ما عجبتنيش حالتي، لح لي هذيك الفلوس على وجهي وعاملني بواحد الطريقه اكثر من اللي عاملوني بها خوتي. علاش؟ انا جابتني الاقدار بينات يديك. المهم السيده مشات، بقات على داك الحال. واحد النهار دخل واحد السيد، جلست حاطه يدها على حنكها وملات من ديك الطريق وماشي ديالها، ماشي تربيتها، ما ولفاتش ديك الحاله. صافي جا وجلس حداها قال لها عجبتيني وغزاله وكلشي، وباينه فيك انا كنجي لهنا ما مولفاش ما كنشوفكش. قالت له خويا راه غير كتب عليا الله المكتوب، وخوتي اش داروا ليا واش داروا ليا وكذا وكذا. مشيت نخدم فلوس ما قدتنيش، مشيت كريت مع البنات كرفصوا عليا، ودابا انا جيت لهنايا بين ما بانت لي شي خدمه في شي مدينه ونهز راسي ونمشي. قال لها دابا ما مشى حال، واش تبغي تكوني مولا الدار؟ اه. قالت له ما فهمتش. قال لها شوفي غتمشي معايا غنجلسوا ونهضروا وداكشي، ولا ارتحيتي ليا وارتحيت لك ربي راه كيجيب لافو كينزل لافو، وهو اللي بيدو المغفره. ولت الجواد مشيت معاه، كملوا السهره في الدار. جاتو على كنتو، عجباتو بنت البيبه وغزاله ونقيه وظريفه وكتعرف تتعامل. ولفها وجلست معاه 3 ايام وقال لها بغيت نتزوج بك. فرحات وما كدها فرحه. قالت له انا مزوجه فيك، هذا الماضي ديالي حتى شي واحد ما يعرفه، وانا موعداك واخا يكون الراجل بالله راه والله عيني اللي هزيتها فيه. لاله عزيزه كانت عندها واحد بنت خالتها، مره كتهضر هي وياها ولا كتمشي هي وياها لذاك البار وكتجلس هي وياها وكتهضر وكتعاود لها وقالت لها شنو وقع شنو كذا شنو كذا. ودابا راه تلاقيت بواحد السيد راه باقي لها ربي جاب العفو. ديك السي واعيوا، ديك المزراقه، ديك اللي عينيها مدليين من هنايا وما كترصاش من التبرقيك والسم يا اختي، كيبان لها على وجهها. دارت فيها قالت لها ايوا كل وسعدو صافي خلا ضربوه، انا تحد ما حاشاها ليا والو، لا سعد لا ميمون، انا كنبقى جالسه يا اختي الليل كامل وتقولي واش تقراو عليا السلام. ايوا غير سيدي خاطرك اختي، زيني قلبك، راه قلبك كيطلع على وجهك اختي، مالك كي الكبده تكايسي على راسك ودير الرحمه في قلبك. عاودت ليها وقالت لها انا ما عندي حد، وانت راكي بنت خالتي واختي، ايوا ولا كانت شي حاجه ان شاء الله مرحبا بك. سيدها عند راجل اختو اللي هو خياط كيفصل، بدات توابات، قال له غتفصل لها التكشيطه وتفصل لها القفطر وتفصل لها جوهر وتفصل لها جليبات كذا وكذا وكذا. ومشات مع اختو وفصلوا ليها وفرحوا بها وقال لها هاد بنت الجواد مسكينه راه يتيمه وكذا وكذا، راه كانت خدامه في واحد المدينه ودابا راه جات تلاقيتها وانا راه عجبتني وحمقاتني وهذا الله يكمل بالخير. داروا داك الملاك على قد قياسها وفرحات وما قدها فرحه، وقالت له ما تعطيني صدق ما تعطيني حتى حاجه، انا بغيت غير نكون مولاه الدار. هذيك اختو بحال مسمار شحا، عندها دارها بحال ما عندهاش، شاريه الدار ملاصقه مع امها، امها كاين واحد خوه يعني حتى هو في السن تقريبا قدو. صافي وهذيك البنت مجوجه بولادها ورجلها. ايوا يا اختي غير كنحلوا عينينا كتصبح كان شي طرموز ديال القهوه. ايوا يا العروسه 7 ايام ديال الباكور راها سالات. ايوا نوضي الشمري ورينا حنت يديك. جات عندي بنت خالتي وحضرات وشافت، وشافته كيهضر معايا ويتعاود معايا ويدخل عندي الكوزينه، ودخلتها لبيت النعاس ديالي مفرشاهم كاداه، وطاويه يا اختي طويه على الطاويه والماريو كيشعل شعيل، وبيتي مستفهم قد ربي عفا عليا، ناكل دغيمه ونتهلا في ديك المراه الكبيره تيدير الله ما دار، ان شاء الله تكون معاه الزرع والزريعه. ربي عفا عليا يا اختي من ديك الطريق راه ماشي ديالي. السيده تشحنات وما تتبسم، وجات للوسه وشافت خوها تغير. قالت له شفتك اخويا ما بقيتيش مركز في خدمتك، اش كوليتي غير جالس حدا العروسه عجبتني. ايوا راك عارفه باقي عريسه ميك يا اختي شويه، شك اخويا غير كلمه جوج كندخل تقول لها جي بغيت نقول لك شي جوج كلمات في البيت. ايوا راعي شويه اخويا ويلي
راه حكا نهضر معاها وصافي. راه ما كنحشم الوالده كتكون جالسه كندخل نهضر معاها في البيت. ايوا هضر قدامنا من حنا غناكلوكم ولا راه خايفنا نضربوكم بالعين وراك عيقتي. نقص نقص في خرات شويه. لا لا ميزانك خفاف. لا غنتا اللي تجوجتي وقطه الكحله تكيس على راسك اخويا. مين طاح الظلمه وطاح الباشي وهضرت تتكلم تتشبع ولا انت النهار كامل انت كتتكلم. تكيس اخويا شويه تقال كما كنا عارفينك تقيل. وكاين خوك عزري. ايوا لا 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 السيده مرزانه عطاني المصروف في يدي وقال لي تبقاي تقضي انا ما كنكونش مسالي والوالده عيانه. خويا كيضل دالع. قالت لها لا انا ما عندناش اختي العريصه اللي خيطه بيطي انا اللي غنشد المصروف. كتهز القفه وكتجيب لي غير الشيطه والعيانه في الخضره وانا غير ساكته وكنضرب الطب. شهيت كشر من قد نهضر اللي جابها كتهزها وكتديها لولادها. واحد النهار درنا رفيصه وعيطت على بنت خالتي ورانا كنهضر وكنقول لكم يا المعاود سرك يا المعاير به. جات بنت خالتي وجلست هي وياها ونط انا للكوزينه كنقضي وكنصايب لك في الملاوي وكنرغف وما مخلياش الكيكه وهذا وغبر ساعه وانا غابره وسط الكوزينه. ايوا يا اختي سربيت لودا نخدم وجلست كتقرقر ليها وكتعاود ليها الصراحه انتم ناس جبد الله يعمر لكم الدار ربي يخليك ما نتخيروش عليكم وليني ما طحتوا في نقله مزيانه ياك لاباس. بنت خالتي مالها داك المصيفيره مالها كتبين لك مسيلبته والعوينات حاليا في الارض. احيانا ياك لاباس. ايوا راه من دار البار على فين تلاقاها اخوك راه ما عمرها خدمت لا في طنجه ولا في تطوان. السيده راه كانت كتخرج من البار كتدخل البار ومن راجل لراجل وقال لها نستر عليك كتضيع داك الستر بغيتي تاكدي هاتي هاد التصويره. والله الا معريه ولا لكس ولابسه هاتي هاد الطالون ديال الصواريات شوفي وراتها البنت شاده الشيشه ولابسه شي كسوه ديال الصواري. ايوا اختي ربي عفا عليها وانتي مالكي. السيده شارجاتها وهي اصلا كانت صغيره منها وزادت كملت اللي بقى. جا خوها وبدات كتفكر كيفاش دير باش طيحها في الفخ. قالت له خويا قال لها نعم. قالت له مرتك دارت شي تصرف ما هوش ياك لاباس انت خويا مشيتي للخدمه امي كانت ناعسه وانا جيت حليت الباب على غفله لقيتها خارجه من الدوش غبينوار. ربي شاهد عليا وخوك جالس كيتفرج وهي غدا جايه كتكسول من قدامه بالبينوار وكتقول له مد لي داك السيشوار من حداك وكاع رجليها عرياني اويلي. ايوا انا كنقول لك انا ما حديتيش راسك راه مشيتي فيها عندك تقولها ليهم غتنوض شي مشكله ودير الفتنه. سكت وبقى حاضيها من التيسع. السيده ولات كدير لها البلانات ولات كدير الوسواس في الراس ديال راجلها. خوها كانوا عاطين واحد البيت في السطح وهي اش كتقول ليها حشومه عليك اختي كتخمل الدار كامله وكتخلي البيت ديال سي محمد بلا تخمل. طلعي خمليه حيدي عليك ديك البيجامه بالسروال لبسي ديك البيجامه اللي مقصبه حد الركبه ما كاين حد صاحبتي كاينين غير حنا. السيده كتطلع على نيتها لابسه البيجامه عاديه ودايره ديك العقيده ديالها وكتدخل تخمل له بيتو. كيجي هو طالع مثلا اولا كيجي دخل الكوزينه كتقول له طلع البيت كسير جيب لي واحد الصخره. كتقول لها امي ها هو طلع راه مسخوطه الفوق. السيده كترات على خوها هاد البلانات بان مراته خفيفه وما بقاتش عجبها ومعمر لها عينها ولا عاجب خوها ولات كطلع عندو البيتو ولات كدير وراكم عارفين ملي كتكون شي وحده خطيره في الاقناع وفمها زيزوار اختي وما كتتقاش الله وما كتخافش الله وباغا تفرقهم ما نقول لكمش. شي ايام كانت كتجي عندها وكتقول لها عافاك هاكي طحني ليا هاد الججلان وهاد التقاوت وهاد الشيء هاكي حمريهم ليا وطحنيهم ليا وكديرهم لافاصه وكديهم. واحد النهار عطفات عليها مشات خملات لها الدار وقالت ليها ايوا اختي انا عييت من التحمر ديال هاد التقاوت الراجل عايش ليا غير داك العشوب ديال العطاره ما تما حاله الله يستر. بدا يهضر معاك مره ويجيبو تفتف كله كيجيبوه زهاتي بدا يتفتف عليا. جمعت ديك الهضره ودارتها في الميموار وصورتات عليها وقالت مريضنا ما عنده بعد. السيد بدا كيتشارج عليها وبدا كيتشحن عليها ولات كتعيط ليها بنيميرو انكونو يعني كدير رقم مجهول وكتبقى تصوني عليها مع 12 مع الوحده ديال الليل باش تنوي السيد بان راه عندها علاقات بلاصه اخرى. واحد النهار وصلت لهنا عطاها قتله وقال لها الله يعاون سيري في حالاتك انت اصلا راه عمر الشيخه ما تنساه هزت لك كتف انت جبتك من البار غترجعي للبار سير الله يعاوننا ويعاونك. مشات عند واحد السيده كانت رضيعه الوالده ديالها الله يرحمها. مشات عندها قالت لها خالتي فلانه الله يعطيك الصحه عطيني غير واحد 3 ايام نجلس معاك وان شاء الله رانا كنقلب على راسي وغادي نمشي. جلسي يا بنيتي مرحبا بك جلسي مع الزمكر ما دوشي ومول الخير يدير الخير. جلسات وخممات ودوراتها في راسها وعيات وقالت اجي لوسي فرقتني مع راجلي اللي بغى يسترني وبغاني يديرني في دارو ويصوني ويحيدني من داكشي اللي كنت فيه ما بغات ليش الخير حتى انا ما سهلاش ليها. مشات عند راجل لوستها ودات واحد التويب ديال 50 درهم دخلت عنده سلام السي فلان كي درتي لاباس عليك انا فلانه ايوا ما شفنا منك غير الخير وما جابش الله الناصب شوفي حرام الماء والطعام الله يستر لك في كنت اخر ما كاين حتى مشكله سيدي ولكن راك عزيز وجبت هاد التويب بغيت نديرو غير قميص عادي ياك
رانا غدا معروضه وداك الشيء عند واحد السيده دايره الخزانه لولدها، الا قديتي توجدوا لي في 3 ايام نوجدوا لك، علاش لا؟ السيده ما مشاتش عنده غير هكاك، ولكن لحاجه في نفس يعقوب هي مخططه بلانها. مشات عند المره الاولى وشد لها العبر وقالت له شوف غتفصل ياك، وغتمشي نعاود تشد عليا العبر بداك القميص المفصل باش نشوف واش جاني النيت ايفازي من هنا، وفصلتها غزاله. هكا كان دوزت يومين ورجعت عنده باش تقاد امورها وتقيس، وقالت له سي عبد الله واش هاك ماشي ديال المزاح؟ قال انا والله ما نتخلص منك، دوزنا العشره وكلينا نطعم يديك وحركتي يديك علينا. قلت له انا مسوقه فيك ما تقولش مراتك رانا جيت، راه اش كاين وهاش كاين وهاش كاين وهاش كاين وراه هي سبابي وكذا وكذا، وانت بقيتي فيا ماشي من وجه. علاش؟ قالت لك نقول نقول سي عبد الله نقول قولي قولي ياك لاباس. قالت لك عايشه داكشي اللي كتجمع العطار ودوك التقاود اللي كطحل ليك، هادوك اللي عايش بهم، هما كانوا هادوك ما تفلت منك لا وليد لا بنيه، وكون راه بقات في الركنه. ها انا وانا كنديرو معاه الصحه وراكي عارفه كنبغي اللي كنضرب تماره وداكشي كنبغي ما نبلي حتى شي بليه، كنبغي زعما نحافظ على الصحه ديالي مزيان. ولا راه هي ضربات لك وصحات لك السما بلي قالت لك راه عايش على التقاود ديال العطار وفيه بوت فتاف، راه مره كيكون داير عيديه في جيبو باش ما يعيقش. انا وراه قالت لك واحد الكينه ما كتحيدش من جيبك، تحمد الله فلتت منك الوليد ولا بنتي. انا ويلي هاد الطوله وهاد العينين المشوكين وهاد الكتف العراض وهاد اللسان الحلو وهاد الرجله يا خويا وهاد النخوه، واخد هاديك لا واه والله ما بغيتها لك ماشي ديال وجهك. ها انت خصك تكون سلطان سلاطن جالس ومقرقر يا خويا، ويجيك الكاس ديال اتاي ويتكب لك بتعميرته وبديك الرزه كي دايره وكيعامله، ويتحطو قدامك التقاود ويتغسلو لك الرجيلات وامر تعمل يا مولاي. انا والله انت ما ديال الخسران، والله انت ما ديال تماره، والله انت ما ديال شي حاجه خايبه، وما تستاهلش ديك اللغاطه ديك الهضاره وديك النكاره. ويلي انت خصك مع الصباح يقولوا لك صباحك صباحك مسعود يا سعد السعود، وحطوا لك غير حاجه زينه قدامك. انا ما عمرني سمعت من هاد الهضره. ويلي بصح والله دابا انا ولدي معها جوج ولاد عمرها ما قالت لي هاد الهضره، ما بغاش نتصرك حيت عارفه راسها ما توصلكش وراك غزال. ويلي انا غير جيت وصيفط عندك القميص راك تلفتيني على القبله. السيد تبتاتو وكلات له دماغه، مشى للدار بدا يدير المقارنه وقال لها انا اللي كندير التقاوت، انا اللي الحمد لله فلتتي مني وليد ولا بنيه، انا اللي الكينه ما كتحيدش من جيبي، انا اللي ما كترضايش اصلا انك تشركي معايا الفراش، انا وانا وانا واش منيتك اختي. السيد جلس بانوا له الدفويات ديال الدنيا والدين كاينين في مراتو، غير جات تهضر معاه ونفرها ولف اللسان الحلو ديال السيده، كتجي عنده المحل وكتهضر وكتكمل اللي بقى في التليفون يا اختي، واش منك يا عسولات واش منك يا زبده وسمن سايح. سيده قدات للطرح ولا كيتمنى غير امتى تعيط ليه ولا امتى تجي لعندو. مراتو ملي خرجت سره وعاودت عليه الهضره اللي ما كايناش كرهها ونفر منها. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا وقع بيناتهم شي حاجه شي نهار من الاشياء اللي كتخص الرجل والمراه، نفضها وقال لها بسلامه ورزاكم شي سيمانه غابر، عيط لها في التليفون. عزيزه العزيزه نعم سيدي فينك؟ قال لها انا في البلاصه الفلانيه، شدي الطاكسي وبشحال ما تقام انا غادي نخلصو. هزت شريوطاتها وقالت عيط جبدت وصلت عليه. سلام سي عبد الله، جلست عنده والسيناريو اللي وقع مع رجلها وقع مع هذا السيد. جلسات وما سخاش بها، ما سخاش بهدرتها، ما سخاش بصوابها، ما سخاش بنقاوتها، ما سخاش من هدرتها الحنينه. مشى دفع دعوه ديال الطلاق وصلتها السيد على الدار وقال لها الو ايوا دوك التقاوت اللي خليتهم في الطاسه سيري كوليهم وكمليهم بالماكله، الحمد لله خليت لك دوك جوج ولاد مصروف ولادك غيوصلك، دارك راكي جالسه فيها وانا ما نجلسش مع امراه اللي كتقلل من شاني، وما نجلسش مع امراه اللي ما عندي ما ندير بها واللي كتعاود تسري لعباد الله وكطيح من كرامتي. ويلي مات ويلي وندبات مع هاد الجيران وحيحات ويلات وتا حاجه منفعتها. مشات يا اختي لاله عزيزه اللي طلقتها من خوها، دات ليها راجلها تصاحبت معاه وتزوجات به وكرات الدار وفرشاتها وجلست كدير له غير فحال هكا. ايوا يا اختي وفق شنون طبقه، طاح الحك وصبغطاه، السيد قلبه طايب، مرتو قاتله بالنقير، هي اصلا عندها حساب معاها، طلقتها من خوها اللي كانت كتحمق عليه وباغا دير معاه الزرع والزريعه، خرجتها مشات دارت لها براجلها تزوجات به، وجالسه يا اختي ودارت الكاغيط ولبست التاج وزغرتات على راسها ولبست القفطان ديال النطاع وحنت ليديدات ودارت السيلفي وتصورات وصيفطت ليها في الواتساب. حبيبه عندك يجيب لك الله، رانا ساهله، انا راني شوكه في الحال، قدرتيها بيا وما بغيتيش تخليني مستوره مع خوك، طلقتيني من خوك ولكن ديت لك راجلك وتزوجت به ودابا المخيل في خيلك
ركبيه وسيري كبي ما عليك رشك باش داك اللسان عندك اللي كيهضر بالليل وبالنهار وكيطيح الباطل على الناس يعلمك الشمته اللي رديتها لك بعشرة ديال الشمتات تموتي وما تنسيش ندرتيك لالا عزيزه ردت طرشتها من لوسها اللي طيحت عليها الباطل وفرقتها مع اخوها ما نساتهاش وجدات راسها ومشات انتقمات ودات ليها رجلها وتزوجات به ولات هي مولات الدار.